باللون الاخضر على طول. واول كورتين وين حابه تلعبينهم؟ في رقم كم؟ حس أربعة وستة. ليش أربعة وستة؟ أنا بحب الأرقام كتير، وكل رقم عنده طاقة خصوصية إله. أنت من نوع هذا من الناس. من نوع هذا. كتير من نوع. طيب هيدا. أول رقم كان كم؟ أربعة. أربعة. إيش الطاقة حقت أربعة؟ اللي هي بترمز إنه اللي بتحكيه لازم تفعله. أربعة. إيه أربعة. والستة هي ال 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 البيت، الراحة، هيك هيك. حلو. صار ستة البيت. اي يعني تقريبا ما بعرف، هيك عم تجيني انه البحي انه اعمل اربعة وستة هلا. طيب خلينا نشوف، حب كل الارقام الحين حطي الرقم اربعة. طيب بدنا نعطيهم طاقة ايجابية. حلو. بدنا نعطيهم شوية طاقة. اوكي بدنا نروح على 75,000. اوكي حبيبتي. خلاص هيك بنمية. اوكي يلا معتمدة عليكي. حلو، هذه أول كرة، وثاني كرة حتحطيها في رقم ستة. حطي الكرة الثانية. يلا 75,000. سوي لها هذه 30,000. عجبتني. نعطيها، بدك تكوني منيحة، بدنا نكون صحبة. ويلا لعبتي أول كرتين خضر على الأربعة وعلى الستة. إن شاء الله يجيبوا لك مبالغ كبيرة. رح يجوا أكيد. نزلوها. يلا 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 يلا. 75,000. 75,000. يلا 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 يلا. 75. لا ما مشي الحال. صار رصيدك على الجدار. 40,621 ريال سعودي. معلش معلش معلش. بسيطة. بتصير. لأنه الحين عندك ثلاث كرات بيض. إيه. واللي هي الاحتمالات والأسئلة. أنا راح أعطيك احتمالات. أوكي. وأنت عليها راح تقدرين إذا كارلا تعرف الإجابة ولا لا.